طبعا بنرحب معنا بالسيد ابراهيم دبدوب رئيس التنفيذي لمجموعه بنك الكويت الوطني. اهلا بك معنا مستر دبدوب. اهلا بك. كل سنه وانت طيب. وانت طيب الله يسلمك. وسعداء ان احنا ننهي عام 2012 وانت معنا. الله يخليك. تسلمي. حضرتك كنت كتبت مقاله منذ ايام ولفت انتباهي انك انت رغم كل التحديات والصعوبات اللي واجهت قطاع المصارف حضرتك ذكرت انه كان عام التعافي للبنوك، وانا استغربت من كلمه تعافي، يعني رغم كل اللي حصل ده هل ممكن يسمى عام 2012 عام التعافي للبنوك؟ عام التعافي انه يعني صار الواحد عارف على الاقل الاخطاء والمشاكل اللي عنده وابتدى يعالجها بالدرجه الاولى، يعني ما خدها سيريسلي. بالاول تعرفي ما هي كانت موجه ال 2008 وال 2009 وال 2010 موجه انه يعني اسعار عم ترتفع وكله تمام. ف 2000 يعني 2011 2012 ابتدينا نعرف فعلا حجم المشكله ونعالجها. فبدايه المعالجه فعلا كانت 2012، وانا اعتقد 2013 راح تكون كثير احسن من 2012. ليه؟ عشان الحكومات على الاقل الخليجيه يعني ابتدت تعرف الحلول، انه بالنهايه لازم يكون في انفاق عام، لازم يكون. ومثلا خذي كمثال بالكويت، ان شاء الله 2013 فيها يعني مشاريع كثيره ونتوقع انه يعني يكون عام جيد بالنسبه للبنوك. وحضرتك يعني كيف تقييم الطريقه اللي اتعاملت بها البنوك الكويتيه مع الاوضاع خلال السنوات الماضيه الاربع سنوات الماضيه؟ يعني حضرتك قلت البنوك قدرت تتاقلم مع الوضع وانها قدرت تعالج، كم نسبه المعالجه تعتقد يعني بصفه عامه للمشاكل، يعني نسبتها قد ايه اللي تم معالجتها؟ يعني تنسيش البنوك الكويتية مرت بعدة مشاكل وتعودت على المشاكل من 82 إلى الاحتلال 90 إلى الفورة، فورة 2008 و2009، وطبعا شركات الاستثمار وإلى آخره. فأعتقد البنوك الكويتية أكثر واقعية الآن، أكثر واقعية، ابتدت تشوف أنه بالنهاية إذا ما كنت متحفظ وإذا ما استطعت أن تأخذ المخصصات اللازمة ما بتمشيش. فأعتقد أنها أصبحت أكثر واقعية بكثير. حضرتك أيضا ذكرت في المقالة أنه كمان من الأشياء اللي ممكن تكون إيجابية بالنسبة للبنوك المحلية أنه بعض البنوك الأجنبية اللي كانت دخلت في 2008 وقت الوفرة الآن انسحب بعض منها، خاصة اللي كان بينافس بعض البنوك المحلية. لكن في المقابل أيضا نحن بنرى أنه في بنوك تانية وبيحاولوا أن هم يعوضوا اللي بيحدث في أوروبا وأمريكا بأن هم يحاولوا أن هم ياخدوا جزء من الكحكة هنا في الخليج. في لكن معظم البنوك خاصة البنوك الأوروبية مش بس مجروحة، مطبشة. يعني ما بدي أسمي أسماء بس يعني أنت سميت كده بس ما فيش عندها أصلا إمكانيات اللي تستطيع أنه تنافسنا الآن. البنوك الأمريكية طبعا، بعض البنوك الأمريكية الدولية اللي بنيويورك يعني بعضها طبعا في شوية منافسة، أما فيما بعد ذلك لا، بالعكس نحن الآن في وضع أكثر كثير من ناحية التنافس مع البنوك الأجنبية أبدا. وبتلاحظي المشاريع الكبيرة اللي كانت عادة البنوك الأجنبية هي اللي تجيها، الآن في مشروع وما بدي أذكر أسماء ننافس من أكبر البنوك العالمية فيه، والبنوك العالمية عرضت على الشركات العالمية اللي هي عالمية في قطاع النفط، احنا نافسناها واخذنا المشروع. طب كويس. بالنسبة أيضا لموضوع التصنيفات، فنحن نعرف أن التصنيف مهم جدا للبنك الوطني، ودائما أنتم بتفتخروا دائما أنكم أعلى تصنيف في الشرق الأوسط. يعني ماذا يعني هذا التصنيف الآن في ظل في هذا الوقت بالتحديد، وأنه التصنيفات حتى الدول الآن تصنيفاتها قربت، يعني مصر الآن من كم يوم أو الأمس بي ماينس تصنيف الائتماني المصري. فبالنسبة للبنك الوطني ماذا يعني كونكم أعلى تصنيف في الشرق الأوسط؟ لا، اللي يعني بالنهايه طبعا اولا احنا فخورين، احنا فخورين ومش ناقص ان نقول فخورين لانه باستمرار نعلن عنها، لكن هي شهاده حسن سلوك بالنهايه، شهاده من جهه معترف فيها.
يعني الثلاث شركات العالمية للتصنيف هي اللي بتعطيك إما حسن سلوك أو عدمه. شفت كيف شو صار بأمريكا لما الاس ان بي خفض درجة من تريبل اي لدبل اي لأمريكا، شفت شو صار، أصبحت تقترض بأسعار أكثر من أول. بالنسبة لنا مثلا إحنا عدا عن أنه طبعا افتخار وطبعا يعطي البنوك الأجنبية الثقة الكاملة في التعامل مع البنك الكويت الوطني، لو حاولنا أنه نقترض الآن من السوق العالمي راح يكون تكلفة اقتراضنا أقل بكثير من ما لو ما كان عندنا تصنيف. طبعا بالنسبة أيضا للأوضاع حضرتك ذكرت في الولايات المتحدة وأوروبا، خلينا نسأل بالنسبة لأوضاع أوروبا وأوضاع أمريكا، كيف ترى حضرتك الأحوال الآن؟ ونحن دائما نتكلم عن الوضع، والآن ننتظر نهاية العام الفيسكال كليف، مش عارفين الفيسكال كليف دي الهوية هتودينا لحد فين، فكيف حضرتك تقيم الوضع الاقتصادي هنا؟ أولا بالنسبة للوضع الاقتصادي طبعا أوروبا وأمريكا طبعا هو الصين، مش بس أوروبا وأمريكا والصين، راح تمر في مرحلة ريسيشن حتما. يعني اللي صار أنه إحنا أكلنا كتير صار عندنا سوء هضم، فبالتالي الآن لازم نهضم اللي أكلناه. مرينا في مراحل هوجاء صراحة. أوروبا يعني لو نعطي المثل على شخص، أنت راتبك 1000 دينار كنت تصرف في 1500، فكنت تستلفي 500. إلى متى بدك تضلي تستلفي؟ شوفي البنوك الفرنسية مثلا قديش صار عليها مشاكل، المديونيات عالية جدا، والدول السوفرين ديت. فاللي صار أنه الآن يجب أن تعود إلى وضعها الطبيعي. طبعا هذا راح يأخذ وقت، والوقت هذا قد يكون سنة سنتين ثلاث يمكن. فإحنا في مرحلة ريسيشن، في مرحلة ركود اقتصادي، يمكن النمو يكون 1-1.5% في أوروبا بشكل عام، وأمريكا مش أكثر من 1-1.5%. الآن نتكلم على أوروبا خير عن أمريكا، لأن أمريكا بتضل أكبر اقتصاد عالمي، ومهما كان الدولار بده يضل هي العملة الوحيدة بالعالم. أوروبا لا، أوروبا شاخت، أوروبا ختيرت، ما عادتش عندها إمكانيات إنها تنافس الصين مثلا أو كوريا أو إلى آخره. فبالتالي مستقبل أوروبا مش مضيء كثير، ويمكن تضل بمستوى 1% ويمكن أقل حتى بالنسبة للنمو. طبعا تختلف من بلد لبلد، لما نتكلم على إيطاليا وبرتغال شيء، لما نتكلم على ألمانيا وفرنسا شيء ثاني. بالنسبة لأمريكا لا، بالنسبة لأمريكا بظل عندها إمكانيات ضخمة، مع أنه عندها مشاكل ضخمة اللي هو الدين 15 تريليون والعجز المستمر اللي هو تريليون كل سنة، عم بصرفوا كثير أكثر من ما يجب. الأمريكي بدل ما يأكل همبرجر صغيرة عم بيأكل همبرجر دبل، ما بصير، أنت لا تستطيع أن تهضم الهمبرجر الدبل. هذا يتعلمه من اليابانيين. أيوة. يجب أن نعود إلى موضوع الفيسكال كليف، الهاوية المالية، لأنه هي أساسا مشكلة الهاوية المالية. أنه في اقتراحات من الحزب حاليا أنه يصير في تخفيض للإنفاق وزيادة الضرائب. هذه دبل وامي، يعني ضربتين على الراس. فعشان هيك الاقتراحات هلا انه اذا بدك تزيد الضرائب بتزيد الضرائب على اللي فوق ال 250,000. اوباما طلع مؤخرا انه اللي دخله فوق ال 250,000 طيب معليش على الغني، يعني خلي الضريبه زياده الضرائب على الغني فقط مش على الفقير، الفقير اوريدي فقير. بونر رد عليه قال لا فوق المليون دولار، رئيس حزب الجمهوريين، إلى أن يتفقوا. وأنا أعتقد مش هاوية، هي يمكن نطة صغيرة راح تكون، مش هاوية كبيرة، بالنهاية راح يتفقوا
راح يتفقوا، راح يلاقوا حل وسط وراح يمشي. لكن هذا لا يعني خفض الانفاق ممكن يؤثر، خفض الانفاق ويمكن مثلا يخفض بعض الانفاق مش بالتخفيضات اللي طارحينها أوباما ومجموعته. بما أننا ذكرنا الولايات المتحدة، هم أوباما عين قريب يعني منذ أيام أيضا أحد الأعضاء لجنة البنك الوطني الكوميتي سيد دكتور محمد عريان. حضرتك وأنتم كبنك وطني أصدرتوا كمان بريس ريليس تهنئونه. صحيح. محمد العريان أولا صديق شخصي، ثانيا محمد العريان عضو في المجلس الاستشاري لبنك الكويت الوطني، وطبعا احنا كعرب نفتخر في انه محمد العريان عينه الرئيس اوباما بهذه الموقع المهم جدا بالنسبه للولايات المتحده. واهم شيء انه يعني الاداره الامريكيه تعترف بعربي مسلم شخص يعني عنده كواليفيكيشنز ممتازه جدا، وهذا مصدر فخر، مصدر فخر كبير لنا. هو كويس ليهم، بس انا بسال انه طب لماذا احنا مثلا في دوله زي مصر واحنا عندنا مشكله كبيره جدا الان، وحضرتك تعلم وكنا نتحدث فيها قبل اللقاء، وكلنا نعلم ايضا انه في نقص في الخبره في مصر في الوقت الحالي خاصه في القطاع الاقتصادي، فلماذا لم يتم الاستعانه باشخاص مثل الدكتور محمد العريان؟ لانه احنا بنضل في المستوى اللي احنا فيه، عشان هيك يعني بارادتنا بارادتنا. ولا لو في فعلا اتجاه انه نستفيد، ومش بس محمد العريان، في كثير من الـ من الـ من الـ من الاشخاص الكواليفايد في امريكا على كل المستويات، مش بس في امريكا، في اوروبا كمان على كل المستويات، اطباء، علماء، روحي شوفي بالناسا قديش في علماء عرب. فبالتالي مش عمالنا بنحاول نستفيد، للاسف للاسف. طبعا احنا مشغولين بالسياسه ومشغولين بالامور التعيسه اللي احنا عايشينها في العالم العربي. صحيح. عموما انا بتمنى لحضرتك يعني عام جيد، عام 2013 توقعاتنا بقى لعام 2013 حضرتك متفائل بيه؟ انا متفائل، وان شاء الله ان شاء الله. تعرفي انا عندي مشروع مارشال العرب. انا عارف مارشال حياتك ناديت بيها من اول الربيع العربي. صحيح، من قبل حتى يعني من حوالي 3 سنوات، لانه حاليا اصبح في فرق كبير بالموارد وبالمستويات النمو ما بين الخليج، ما بين الدول المصدره للنفط وما بين الدول المستورده للنفط. واللي عم بصير حاليا في الدول المستورده للنفط في تبعات سياسيه اللي هي يعني احدها الربيع العربي، ونامل انه يصير في نوع من التنسيق ما بين الدول المصدرة للنفط والدول اللي تساعد الدول المستوردة للنفط اللي عندها عجوزات واللي عندها مستويات فقر كبيرة، لأنه أصبح في فارق كبير بين المجموعتين.